أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذا هو معبد الإله أمون. نحن اليوم نشارك في الشعائر الخاصة بإيقاظ أمون الإله الأعظم في بلاد مصر. تقصدين أن أمون إله المصريين الأعظم أمضى ليله نائما؟ أجل، أمون وسائر الآلهة التي تدنوه رتبة تخلد ليلا للراحة. وكيف يصنع العبد الذي يرغب ليلا بأن يناجي ربه ويبث إليه شكواه؟ على العبيد أن يتأسوا بآلهتهم وأن يخلدوا ليلا إلى الراحة. لقد خصصت الآلهة النهار لاستقبال عبيدها والاستماع إليهم. إلى الداخل. لا يسمح بالدخول إلا لأتباع الإله أمون وأهالي مصر.
ممنوع دخول الغرباء. قبل بدء الشعيرة يتوجب على جميع الكهنة أن يغتسلوا بماء النيل. إنهم عازمون على الدخول إلى حرم المعبد. ما خلا الكهنة لا يسمح لأحد من الناس بالولوج إلى الداخل. يستخدمون تلك العدة لغسل الإله أمون وتطهيره، وسوف يلبسونه ثيابا جديدة فيجملونه ويطيبونه مستخدمين أزكى العطور كي يكون مهيئا كي يعبده كل العباد. هل تعنين أن الناس لا يستطيعون عبادة أمون في خلواتهم أو في غير هذا المكان؟ لا، إذ يتوجب على العبد أن يتواجد داخل المعبد وبين يدي الإله أمون كي يمجده. لكنني سمعت أن الإله موجود في كل مكان. أيتها الروح العلوية المحلقة في السماوات، يا روح إلهنا آمون، ارجعي إلى بدنك الأرضي وصورتك المادية كي تسوسي بيدك القادرة من جديد شؤون عبادك. أيها الإله الأعظم، أيها الإله الأعظم آمون الكبير، أيها الإله الأعظم آمون الكبير، أفق من سباتك في هدوء وسكينة، أفق من سباتك في هدوء وسكينة. Thank you.
يا آمون الكبير، اعمد إلى هذه الهدايا المتواضعة والقرابين، فتناول شيئا من لبها وعصارتها المعنويين، وبارك فيها لأهل الأرض. هذا يكفي، ارفعوها وفرقوها بين الكهنة وسائر الناس. هل ترى آمون وقد صار جميلا؟ ما أجمل ما زينه الكهنة. ألن يسرق الناس الذهب والحلي التي عليه؟ لا، فالكهنة يراقبون، لا أحد يجرؤ على هذا.
حري بالكهنة أن يراقبوه، وإلا سطى عليه اللصوص ونهب حلية. كنت أظن أن الإله أمون هو الذي يحرسنا، لكنك الآن تقولين لي إنه أحوج ما يكون إلى أن يحرسه الكهنة. وما الضير في ذلك؟ أمون هو أحسن وأهم الأشياء التي نمتلكها، يتوجب علينا أن نحرسه. بورك فيكم من عباد طائعين، أنا إلهكم آمون، وقد عدت للتو من منامي بالليل لأسوس شؤون العباد. جاءت إرادتي أن يتنفس الصبح وينبلج ضوء النهار. اذهبوا اذهبوا واجتهدوا لأجل إلهكم، اذهبوا اذهبوا واجتهدوا في العمل لكي أسوق إليكم أرزاقكم بملء إرادتي. يا آمون الكبير، عذرا سيدتي، هذا آمون الذي كان يكلم الناس؟ أولم تسمع؟ بلى سمعت، ولكن كيف يتكلم الصخر الأصم؟ آمون ليس صخرا، بل هو روح تجسمت وتقمصت هذا الشكل. أرجو المعذرة. آمون إله مقتدر وغني عن الأشياء، لكنني اليوم رأيته فقيرا إلى الكثير من الأشياء. إنه يحتاج إلى أن ينام، وإلى من يغسله ويلبسه ويزينه. إنه عاجز عن الحركة إلا بمعونة من الكهنة، عاجز عن أن يحمي نفسه من السرقة، لا يقدر على شيء بمفرده، يحتاج إلى المكان والزوجة والأولاد وأشياء كثيرة. تقصد أن آمون أشد فقرا منا؟ نحن القادرين على أن نسير ونلبس ونتزين ونغتسل بأنفسنا؟ ما رأيك؟ أحسست بالعجز أمامه. ظاهر الأمر أنه مجرد ولد، لكن الكثير من أسئلته قد أعيتني، فعجزت عن الإجابة عليها. معظم الإجابات لم تكن مقنعة لي. هذا الولد حاذق. لا تقلقي، سأصحب يوزرسيف معي إلى المعبد وأعلمه كل شيء بنفسي. اسمع ما سأقوله لك، لقد جعل الشك يساورني حول ربوبية أمون. لقد أصبح الصياد طريدة طريدته. ألم يحن وقت الطعام؟ أتدور جوعا بحيث أستطيع أن أبتلع بقرة بمفردي. الطعام جاهز يا علي المقام. انتهى أبونا من بناء بيت أحزانه، ولم يسمح لنا بأن نعاينه. هذا هو بيت أحزانه، سأمضي داخل هذا الكوخ ما بقي من أيام حياتي، وسوف أذرف الدمع على فراق يوسف. سوف أبقى أرمق هذه الطريق منتظرا عودته إلينا.
أبي، هل حقا تظن أن أخي يوسف سيرجع إلينا ذات يوم؟ لا ريب في ذلك يا ابنتي، يتوجب علينا أن نبقى متأهبين ليوم عودته. ألن تنسى يوسف يا نبي الله؟ وكيف لي أن أنساه؟ لو أنه كان ميتا أو قتيلا لقعدت في عزائه وانتهى الأمر، أما الآن فلست أعلم بأي حال هو. لا أنفك أسأل نفسي عما يفعله في ساعته، أي بلاء نزل به؟ هل وقع أسيرا بين أيدي قطاع الطرق؟ أم اختطفه النخاسون واسترقوه؟ هل أجبروه على العبودية؟ جائع هو أم شبعان؟ أم مكتسن هو أم عريان؟ هون عليك يا نبي الله، لماذا تعذب نفسك إلى هذا الحد؟ الحزن على موت الأحبة ينقضي لأجل، أما ألم الفراق والهجر فمخلد. مع ذلك سأستعين بالصبر الجميل، وسوف أفني أيام الفراق والهجر على أمل الوصال. هل عربتي جاهزة؟ نعم سيدي. هل أنت مصر على أن تصحبه معك؟ أجل، لقد سمع أمن حوتب أشياء عنه، سأخذه إلى أمن حوتب والمعبد على السواء. أعتقد أن هذا لا يجدي، لا تظن أنه مجرد ولد؟ إنه ليس كالأشجار المعمرة، لا زال فتيا ومرنا ويسعنا أن نقوم اعوجاجه. متى ما كلمته سيتعرف إلى عظمة عقائد أهل مصر وقداستها. فتانا يوزرسيف، هل أصبح جاهزا؟ على أتم الجهوزية لألتزم أوامر عالي المقام. يوزرسيف، العربة خطيرة جدا، اعتني بنفسك جيدا. بالتأكيد يا سيدة. لن يصيبه مكروه، لا تقلقي أبدا، سأحرص على إجلاسه إلى جواري داخل العربة. أنت أيضا اعتني بنفسك. جنود أمون حفنة من المتغطرسين ومثيري المتاعب والطامحين إلى السلطة. هذه المخازن تابعة لمعبد الإله أمون. كل عام يحفظ القسم الأكبر من غلات بلاد مصر داخل هذه المخازن. كأنما هؤلاء الكهنة لا يشبعون. ذاك البستان لأمون، والنسوة هن زوجاته في الظاهر. سبق لي أن رأيت المزارع التابعة لأمون قرب نهر النيل. أما تلك البهائم التي سمنت فسوف تملأ ذات يوم بطون الكهنة. بهذا الوصف لن يسمح الكهنة أن يهدد أحد مصالحهم أو يعرضها لخطر الزوال، وأي عقيدة ستؤمن منافعهم ومصالحهم غير عقيدة أمون؟ Mm-hmm.
هذه طريقة أخرى من طرق الحفاظ على أتباع آمون. إنهم يطوعون كل فريق بحيلة، فالخلق بعضهم عبد للجاه، وبعضهم عبد للمال، وبعضهم عبد لقمة العيش. كثير من أهل مصر قد عرفوا الكهنة على حقيقتهم ولم ينخدعوا بهم. السيدة زليخة تظن أن جناب الحاكم بوتيفار يريد أن يعلمني عقيدة أهل مصر ويعرفني إلى عظمتها وقيمها، على العكس، بل أنا أريد أن أريك تفاهة عقائد أهل مصر والقبائح التي تنطوي عليها. ها هنا قصر أمنحوتب الثالث الحاكم الأكبر لبلاد مصر. من هم هؤلاء؟ لا يبدو لي أنهم من المصريين. هؤلاء جميعهم هم رسل وسفراء الدول الأجنبية، وقد حضروا إلى مصر ليسددوا الخراج السنوي. وما هو الخراج؟ يتوجب على الدول الواقعة تحت سلطان حكومة مصر أن تخرج كل سنة قسما من إنتاجها ومدخراتها لتدفعه إلينا، وفي المقابل نتعهد بأن نذود عنهم إذا ما تعرضوا للهجوم. ألا يسعكم أن تدافعوا عنهم بلا استيفاء الخراج؟ لولا هذه الضرائب والخراج لما أمكن حكومة مصر أن تسير شؤونها. علينا أن نكون شاكرين لهؤلاء. هؤلاء المتوحشون جنود معبد الإله آمون. انتظر هنا، سأرجع فورا، انطلق. هيا أسرع. هيا توقف توقف توقف، اذهب من هذه الناحية، سوف أسد عليهم الطريق. هيا انطلق. على المقام لمسدة الطريق، مرهم أن يعيدوا فتحها. إذا أثرتم الشغب والمتاعب داخل المدينة مرة أخرى فسيعاتبكم سيفي بدل لساني. هذه آخر كلمة، وإياكم أن تعودوا.
معبد آمون لن يمرر هذه الإهانة من دون رد. قل لألخماه عني إن عليه أن يكبح جماح عسكر الإله آمون وأن يروضهم، وإلا فسوف تناله مني شدة عظمي. هيا انطلق. كان لابد لي من تأديب عسكر المعبد الوقاحين، لقد تمادوا كثيرا في الوقاحة. هل يسعني أن أصير ضاربا بالسيف محترفا مثلك؟ لم لا؟ إذا كنت ترغب في ذلك فما عليك إلا أن تتمرن عند رودامون فنون القتال. عالي المقام بوتيفار يطلب الإذن للحضور بين يدي الإله أمنحوتب الثالث. فليحيى الحاكم المطلق لبلاد مصر وأهلها الإله وابن الآلهة عالي المقام أمنحوتب. ولتحيى أنت أيضا أيها الحاكم الجدير عالي المقام بوتيفار. بوتيفار؟ نعم يا مولاي. هل قمت مؤخرا بزيارة المشغل الخاص بالآلهة؟ ما خلع عالي المقام أمنحوتب لا يسمح لأحد من الخلق بالدخول إلى مشغل الآلهة. بدا لي أن الآلهة قد شمرت عن سواعدها وباشرت بنفسها تكوين هذا الولد لتهديه إليك من حبة الدر هذه. إنه مساعدي ومرافقي، اشتريته مؤخرا. هل قلت مرافق؟ بوتيفار، هل عدت صبيا في زمرة الأولاد أم تراه ولدا يجاري الأكابر؟ ظاهره ولد لكنه كبير، ثاقب الرأي وعالم. أي عالم هذا الذي لم يتعلم بعد أن ينحني احتراما وتعظيما لآلهة مصر؟ لم تتح له الفرصة للتعلم يا عالي المقام، أرجوك اصفح عنه. أيها الصغير، هل لا قلت لي ما اسمك؟ يوسف يا عالي المقام، لكن سادة القصر ينادونني يوزارسيف بلسان أهل مصر. إن يوسف هو اسم عبراني يا عالي المقام، وهو يعني الحزين. بعدا للحزن عن هذا الوجه الحسن، يوزارسيف اسم يليق بهذا الغلام أكثر.
حسنا يا يوزر سيف، بوتيفار يزعم أنك ثاقب الرأي. قل لي، كيف ترى جلال وعظمة مصر؟ التباهي بالفضائل في محضر الأكابر مذموم لمجافاته الأدب، ولكنني سأقول نزولا عند رغبة الملك. إن جلال وعظمة بلاد مصر تبعث على الحيرة، إنها تذكرني بالشم من الجبال الراسية وبالأطواد العظيمة، ولكنني أعتقد أن هضبة يكثر فوقها العشب خير من جبل عال وأجرد من نبات الأرض لتأكله الأباعر. أحقا ترى سطوة مصر وعظمتها بمنزلة الشم من الجبال الراسية؟ كما قلت أيها الموقر، ولكن ما أجمل أن تسخر السطوة لإغاثة البؤساء من الخلق. أحسنت يا يوزر سيف، لقد برهنت على أن ادعاء الحاكم بوتيفار لم يكن واهيا. أحسنت. هذا الخضوع لا يليق بخليفة الملك. من لديه دماء الآلهة لا ينحني أمام عبيده. ما حصل خارج عن إرادتي، لقد أثار استحساني على حين غرة. هل قصدنا الحاكم بوتيفار خصيصا كي يعرفنا إلى مساعده الجديد؟ كلا سيدي ومولاي، حضرت بين يديك شاكيا إليك استبداد وتوحش عسكر معبد الإله أمون. صار دأبهم كل يوم أن يثيروا الجلب والشغب في المعابر من غير أن يكترثوا لأحد أو أن يلتزموا بقانون أو ميثاق. لقد تمادى جنود المعبد في طغيانهم، وأخشى ما أخشاه أن يعمدوا إلى الانقلاب على حكومة مصر إذا لم يتم التصدي لهم. لكن التصدي لأمون وكهنة المعبد كفر محض. الكهنة وأمون ليسوا في كفة واحدة. بالتزامنا بتعاليم الإله أمون علينا أن نقصو في قمع مثيري القلاقل من الكهنة المستبدين، لكنني لا أرغب بأن أستعجل المواجهة. أنا أعد العدة لمواجهتهم، وأنت عليك أن تداريهم حتى يحين الوقت المناسب فنستقر جميعا على الرأي الصواب. لذلك علينا أن ننتظر. يحق لك أن تزهو بنفسك، فلم يسبق لي أن رأيت ولدا بجمالك. أشكرك كثيرا، وأنا لم أرى أسخى منك في هذه البلاد. تنتظرنا معركة حامية، فتهيأ لها.
على ملأ من الناس وأمام أنظار الجميع راح يضربني بالصوت على رأسي ووجهي. لو كنت أنا مكان بوتيفار لقتلت قائد جند عديم الجدوى على شاكلتي. لكن بوتيفار غدر بي واستغل غفلتي. لو كنت أعلم ما الذي ينويه لما أمهلته طرفة عين. إنه أحقر من أن يجرؤ على التصدي لي وجها لوجه. لا تكلم مثل الأسد أمام بيت سيدك، لكنك لست سوى ثعلب أمام بوتيفار. كف عن ادعاء البطولات وقل لي كيف نصنع. أنا لست سوى كلب ينبح أمام باب دارك وتسألني المشورة، وما أدراني كيف نصنع معه سيدي. لا ريب عندي أبدا أن بوتيفار وسيده يكنان العداء لآلهتنا ولا سيما الإله أمون، لكنني لا أعرف ماذا عساي أصنع. لا أرى أن الأمر يحتاج إلى تفكير. علينا أن نعاقبهما وبقسوة أيضا. ومن الذي يستطيع معاقبتهما، أنت أم عديمو الجدوى من جنودك؟ لو كان عندي وفرة من الرجال والجنود لطهرت مدينة طيبة من دنس أمن حوتب. لو كنت حقا من أهل الوغى لبرهنت على ذلك اليوم. بوتيفار وسيده أمن حوتب في ذروة القوة والاقتدار، وليس معلوما أن يكون النصر حليفنا إذا ما استعرت نار الحرب بين المعبد والبلاط. لذا أرى من الأجدى أن نعمد إلى مداراتهم حتى تحين الفرصة الملائمة للاقتصاص منهم. رودامون. نعم سيدي. إنه غلام فطن وموهوب، أرني ماذا ستفعل. أريده أن يصبح قويا وشجاعا. ماذا يتوجب علي أن أفعل؟ الحاكم بوتيفار يريد منك أن تعلم يوزر سيف فنون القتال بأكمله. علمه كيف يقاتل بالسيف ويطعن بالرمح ويمتطي الخيل أيضا، وكن على يقين أنه لن يبدد جهودك. سأبذل قصارى جهدي في تعليمه جميع فنون القتال، لا تقلق بشأن ذلك. تعال معي. إلي بسيف التدريب. ولكن هل هذا سيف؟ إنه سيف للفتيان، فالذي يطمح إلى أن يحمل سيف من حديد عليه في البداية أن يعتاد السيوف الخشبية. جاهز؟ دافع عن نفسك. أحسنت. يتوجب عليك أن تمنعني من أن أصيب بعض بدنك بسيفي. استعد. لو كان سيفا حقيقيا لفريتك فريا. أنت أضربني الآن. أنا أطعنك بالسيف؟ أجل، اطعن بقوة. سوف تتألم جدا وقلبي لا يطاوعني. افعل مثل ما أقول لك. تحرك. لا بأس، سأفعل ما تريد. هم.
هيا قف، هيا هيا. أحسنت. حضر الحاكم بوتيفار مولاتي زليخة. فليحيا سيدي ومولاي عالي المقام بوتيفار. فلتحيا سيدتي رائعة الجمال زليخة. ماذا تفعلين هنا؟ أراقب يوزر سيف وهو يبارز بالسيف. كيف كانت رحلتكم إلى المدينة وتجوالكم فيها؟ علينا أن نعده حتى يشتد عوده ويصير مقاتلا. اليوم بدا لي أن الخوف قد انتابه ونحن نسوق العرب ونطارد جنود أمون. أنت تعاركت مع جنود الإله أمون؟ أجل، كان لابد من تأديب أمون. وبعدها ذهبت ويوزر سيف إلى قصر الملك أمن حوطب. لقد رفع يوزر سيف رأسي أمامهم. إنه لا يجارى في الحنكة والذكاء. لقد استحسن الملك إجاباته البديعة على أسئلته. حينها عمد أمن حوطب إلى سلسلة من اللؤلؤ وأهداها إليه فورا. أما أمن حوطب الصغير لم يتمالك نفسه وانحنى أمام يوزر سيف وهو يقلده السلسلة. لا، هذا مستحيل. وذهل جميع من حضر ذلك المجلس مثلك تماما وحاولوا أن يمنعوا أمن حوطب الصغير. قلت لك إننا سوف ننتفع إذا ما اتخذناه ولدا. لا يراودني الشك في أنه سيسود الحكماء ويبذهم جميعا. وهذا ما آمله أنا أيضاً.